يقول السائل: رجل صام على رؤية بلده المتأخر عن هذا البلد بيوم واحد، وسيبقى هنا إلى يوم العيد إن شاء الله، فماذا يفعل إن كان عدد الشهر 29 يوما بحسب هذا البلد؟ إذا صام 29 يوم أفطر مع البلد هذا، وهو قد صام 29 يوم يكفي هذا. أما إذا كان نقص عن 29 يوم فإنه يكمل بعد العيد، يقضي بعد العيد ما نقص عن 29 يوم.